أني أنا عارف إن أنت راجل صريح وأنت سامح يعني وفي قلبك على لسانك زي ما بيقول، لو أنت لسه المدير الفني للمنتخب الأولمبي هتسمح باللعيبة إن هم يسيبوا المنتخب ويروحوا يشاركوا في مباراة الأهلي والزمالك؟ وبقصد حسام عبد المجيد وكوكا. هتفضل المشكلة قائمة يا مهيب، نفس الكلام كنت موجود في 2012 كان عندنا نفس المشكلة. للأسف بالنسبة للوائح والقوانين المنتخب الأولمبي ما عندوش حق بالاحتفاظ باللعيبة، هي بتيجي عن طريق التفاهم مع المديرين الفنيين والأندية، وبالتالي كل نادي أكيد بيدور على مصلحته وخاصة لو كان لعيب مؤثر، وبالتالي زي ما بقول لك هي عملية اتفاق ما بين الناديين، لكن على مستوى القانون لا، المنتخب الأولمبي ملوش حق، هي بتيجي بصفة ودية، يعني بصفة ودية لو تم الاتفاق لكن ملوش حق. أنت قلتها صراحة، ملوش حق إن هو يحتفظ باللعيبة المنتخب، لا ملوش حق قانونا، لا ملوش حق، يعني هي بتيجي بالاتفاق مع الأندية وموافقة الأندية، والله لو النادي هيسمح للعيب، لأن زي ما أنت عارف والناس عارفة الأجندة الأولمبية مش في الفيفا، وبالتالي الفيفا بيسمح يعني للعيبة إنها تكون موجودة مع أنديتها. كابتن هاني.